بعد انتظار دام أكثر من 20 عاما استبشر أهالي الموصل خيرا باكتمال إنشاء الجسر السادس الذي يربط جانبي المدينة من الجهة الشمالية، لكن الفرحة لم تكتمل بسبب عدم اكتمال مقتربات الجسر. احنا الحمد لله انهينا الأعمال بالكامل للجسر السادس. هو اللي حصل ان احنا انهينا الاعمال بصفه بطريقه سريعه جدا، يعني ما حدش كان متوقع ان احنا نخلص بسرعه. فاجئنا الدوله ان احنا خلصنا قبل ما وعد يعني بتاعنا بكتير. يعني المقتربات الايمن يعني التصميم انتهى، وان شاء الله يعني عم قريب ان هم يبداوا يعني ان هم يحلوا المشروع باذن الله. غياب التخطيط بين الدوائر المعنية لا سيما مديريتي بلدية الموصل وطرق وجسور نينوى أدى إلى تأخر إحالة الطرق المؤدية إلى الجسر السادس، ليصبح الجسر السادس في الموصل ثاني جسر بلا مقتربات بعد جسر الفلاح. يعني عندك هذا الجسر السادس اليوم صار له وجقه، صار له يعني صار له سنتين تقريبا، راح يصير له سنتين، هم يصير مثل جسر الفلاح هم يصير له كذا سنة. فنحن نطالب من الحكومة أن تسرع وكمال جسر السادس، لأن هذا الجسر السادس يوفر يعني كثير على مدينة الموصل. يعني عندك يعني هو هذا خط دولي، يعتبر أصبح جسر السادس خط دولي. وتواجه عديد من المشاريع لا سيما الاستراتيجية منها تلكؤا في بعض الأحيان، فعلى الرغم من أهمية الجسر السادس في فك الاختناقات واختصار المسافات في عملية نقل البضائع، فإن الطرق المؤدية إليه لم تكن ضمن أولويات الجهات المعنية. هذا الجسر الذي يعتبر من أسرع المشاريع التي نفذت خلال 7 سنوات منذ عملية التحرير لحد يومنا هذا. مقتربات الجسر لحد الآن لم يتم إحالتها، هم في طور الإحالة، صار لنا شهرين نسمع في طور الإحالة. أنت يا سيادة المحافظ لعدها شهرين أو سنة أو سنتين الجسر يشتغلون به، طيب أين يعني وين دوركم؟ منذ أكثر من عامين ينتظر جسر الفلاح في الجانب الأيسر إكمال الطرق المؤدية إليه، وعلى ما يبدو أن الجسر السادس سيلقى المصير نفسه بعد أن تحول إلى هياكل كونكريتية شاخصة فوق الماء لا سبيل للوصول إليها أو عبورها. من الموصل، محمد سالم، UTV.